انا عايز افكر معاكي بس بصوت عالي على جزء برضو من التطرف. يعني عارفه في ناس تيجي تقعد والله في ناس تيجي تقعد وهي بتسمع مثلا مزيكا اليومين اللي احنا فيهم دول مش على ذوقه فيقرر ان المزيكا دي وحشه فيلا بينا نمنع مزيكا او المزيكا دي عظيمه يبقى لازم كل الناس تغني نفس اللون. انا عايز اخد راي سيمون في المزيكا دلوقتي، رايك فيها ايه؟ أنا طول عمري مع الحرية، حرية الرأي وحرية المزيكا وحرية الحياة طول ما أنت حر ما لم تضر. كويس أوي. ما بدال أنت بتعمل مزيكا ما فيهاش، يعني أنا مثلا بقول دلوقتي أغاني تعتبر خفيفة، بدال ما فيهاش ألفاظ نابية صح. أو ما فيهاش حاجة غير لائقة بقدر المتاح وبقدر الإمكان، ولا فيها فكرة خطر ولا فيها حاجة. دي وجهة نظري، ومش شرط ان انا عشان بقول دي وجهة نظري كفنانة يبقى هي الأصح. دي وجهة نظري، وجهة نظري، دي وجهة نظري، وعندك وجهة نظر ممكن تبقى مختلفة بالزبط. جدا. وطول ما الإنسان بيقول، نرجع تاني نقول، بدل بنتكلم بشكل متحضر، بدل بنعلي الوعي بتاع الشعب المصري والشعب، يعني الوعي معناه ثقافة مش بس تعليم، لان في ناس بتبقى متعلمه ومجرد شهاده يعني فاهم قصدي. احنا زمان اتعلمنا في المدارس بتاعتنا وفي بيتنا ان احنا نطلع المعلومه عشان نتعلمها مش عشان ناخد عليها بونص، نفهم مش بناخد درجات وخلاص. بالظبط كده، صدقني صدقني احنا كنا بندرس ده. وحتى انا قلت كتير قوي ان انا درست الادبي ودرست العلمي رغم انه زمان كان تدرس يا ادبي يا علمي. انا جبت الكتب الادبي والكتب العلمي. بس انت كنت علمي ولا ادبي؟ كنت، ما هو انا كنت عايزه ابقى ادبي. والسر بتاعتي قلت الحكايه دي كتير. قالت ايه، اصل الادبي اسهل. فانا كان عندي دايما تشالنج، كان عندي دايما تحدي شخصي. لا رحت لبابايا الله يرحمه، بابا ده حاجه الله يرحمه عظيمه جدا يرحمه. مش عشان ابويا، لا افكاره كلها رائعه يعني. قال لي تدرسي اللي انت عايزاه وما تهتميش بعد ما تدرسي هتشتغلي ايه، ادرسي يعني عيشي حكاية. انت بتحبي الادبي من صغرك، بتحبي تقري ادبي وماله، خلاص ادرسي ادبي. قلت له بس هي قالت لي ده البسيط وبتاع. قال لي طب انا عندي فكره، ما انت طول عمرك بتحبي. عنده مكتبه كبيره وانا حاليا عندي مكتبه كبيره. وانا صغيره كنت بقرا القصص كلها بتاعت احسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، خلصت ده وانا صغيره. قال لي ما انت بتحبي الكتب الادبيه، علم النفس والفلسفه والحاجات دي. احنا خدنا الكتب الادبيه، ما تيجي ناخد كمان الكتب العلميه ونبقى درسنا علم كمان. فيبقى انت دي بالنسبه لك زي الهوايه، قريتي الكتب اللي انت عايزاها ويبقى معاكي. فرحت قلت بقى للسور انا هدرس. فرحت قوي لان وقتها كان اللي بيدرس عشان يبقى دكتور ويبقى مهندس لازم ويبقى طب وهندسه. يعني اللي هي الحاجات القويه بالنسبه لزمان يعني. فانا درست احياء وبيولوجي، كنا بندرس بالفرنساوي يعني والحاجات دي. فبقى عندك، عندي الثقافه بتاعت الاثنين. كويس. جالي في التنسيق، انا كنت عايزه سياسه وعلوم اقتصاديه، قالوا لي دي بتاخد من ادبي مش بتاخد من علمي. اوكي. وانا دارسه علمي. قالوا لي تستني سنه. فعشان والتنسيق بتاعي جالي مش عارفه طب اسكندريه واسنان مصر وحاجات كده. اوكي. وانا مش عايزه ده. فدرست ماس كوم في الجامعه الامريكيه. وقتها كان صعب ان انت لازم تعمل تيست مخصوص يعني طبعًا. امتحان مخصوص. فيبقى درست. ماما قالت لي لازم حاجه، وقتها كانوا بيعتقدوا انه لازم جامعه مصريه يعني. فقالت لي بجانب الجامعه الامريكيه تدرسي جامعه مصريه. فدرست ليتراتير فرنسيز عشان احتفظ باللغه بتاعتي الفرنسويه. ومن هنا جت الفن اصلا، لان احنا كنا بنشتغل في العمل الخدمي او الخيري يعني. خدمي، احنا بنسميه خدمي، مع الراهبات، تستقطع من وقتك للاخرين طبعا، لكبار السن ومرضى الجزام و ففضلت الحكايه دي معانا لغايه ما دخلت اسره الصداقه بتاعه الطلبه المكفوفين. اكتشفوني وانا بنقذ موقف في حفله، فاكتشفوني ان انا فنانه، فبقى ده الكارير بتاعي. كل ده جه في الثلاث دقائق اللي انا بقولهم لك دول. هايل جدا بصراحه. اولا دول كانوا ثلاث دقائق مهمين، وثلاث دقائق فعلا كان فيهم، بس فيهم فكره، وفكره مهمه، فكره ان التعليم او الوعي الثقافه دي اهم. طب اديني بقيت فنانه، بس فادني، فادني العلوم دي، فادتني في حاجات كتيره تانية طبعا، في شغلي وفي حياتي وانا سعيده بيكم بصراحه. واحنا اكتر